أطلقت حياة كريمة مبادرة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين بعدة أماكن بمحافظة القاهرة، منها مناطق الساحل والزاوية الحمراء، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، أقامت مؤسسة حياة كريمة عدداً من الشوادر لبيع اللحوم البلدي واللحوم المجمدة المدعمة بأسعار مخفضة في عدة أماكن في محافظة القاهرة، منها مناطق الساحل والزاوية الحمراء، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية. وفقاً لتوجهات السيد الرئيس، النهاردة احنا بنبيع الكيلو اللحمة البلدي مذبوحة اليوم ب 210، طبعا ده يعني نص سعرها في الاسواق بره. هو الكيلو بره اصلا بعامل 400، وفي اماكن ازيد من 400، فوفقا لتوجيهات سياده الرئيس هو خلاها ب 210 لتخفيف العبء على كاهل المواطن المصري. نبيع لحمه من مؤسسه حياه كريمه، اللحمه مذبوحه في المزارع، مزارع المؤسسه. المفروض ان احنا بنوفر بخصم مثلا 50% او اكتر من 50%، لان هي سعرها في السوق ب 450 جنيه، احنا بنبيعها ب 210. المنافذ شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين وسط سعي الدوله الى توسيع نطاق اقامه المنافذ، وذلك لضمان وصول هذه المنتجات الى اكبر عدد ممكن من المواطنين. هو النهارده بالنسبه انا معديه مفاجاه، ولا سعر اللحمه مفاجئ طبعا، فرق شاسع بين الاسعار وبين بره. انا بره اللحمه ب 400 و 450، بقى بتكون 210، ده الحمد لله، يا ريت تستمر بقى. الاسعار كويسه جدا، يعني سعر اللحمه كويس جدا ورخيصه جدا يعني. والله دي حاجه كويسه وحاجه محترمه قوي من السيد الرئيس، وحاجه كويسه يعني، وربنا يسهل والاسعار تنزل ومصر بخير طول عمرها. تأتي هذه المبادرة في إطار التوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.